السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، السلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما نبينا محمد والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمن وكرم علينا مع صحيح البخاري. وأنا يعني أعتب كثيرا على الإخوة الذين لا يهتمون بالسنن، وهذه مشكلة كبيرة، هذه قدح في طالب العلم ألا يهتم لا سيما بصحيح البخاري. هذه مسألة ينكر على كثير من طلب العلم، من طلبة العلم الذين لا يعرفون قدر ما هم فيه من تعلم السنن. هذه مسألة صراحة مقلقة جدا، وقلت دائما أنه لن يصل العلم إلا باستمرار وحرص شديد، كما قال الإمام الشافعي، قال: وطول زمن ملازمة أستاذ وطول زمان. وقلت حماد الإمام أبو حنيفة ما ظهرت يعني أو ما ظهر ما على نجمه وما ظهر إتقانه إلا بعدما لازم حماد بن أبي سليمان بأربعين، والزهري نفس الأمر يلازمه 20 سنة الإمام مالك، ويلازم ربيع الرأي 20 سنة، وكذلك علماؤنا يفعلون ذلك. فالحق أن هي مسألة التقاصر أو التقاعس في المواظبة على مسألة صحيح البخاري ليست بجيدة. فالإخوة تتفهم هذا البلد. عامة نحن إن شاء الله على موعد على مع باب جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 في التعليق على الكتاب الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له، لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أمين. قال رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل. نعم. لقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم. وطبعا في الأعراف: وأنتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. وقال لمثل، وطبعا ما يقول هنا إشارة عما كانوا يعملون، قال السؤال عن قول لا إله إلا الله، فسمى القول إيش؟ عملا. وفي اللغة تحتمل أن القول ينزل منزلة العمل. وقال لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي، وهو من أوثق الناس رواية عن جده. أحمد بن يونس ثقة ثبت أمين، وهو من رجال الصحيحين، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى له الجماعة. وموسى بن إسماعيل، وهذه من لطائف الإسناد كما سنبين، موسى بن إسماعيل المنقري، وهو من أثبات شيوخ الإمام البخاري، شيخ لأصحاب الكتب الستة، هو ثقة ثبت أمين حجة. قال حدثنا إبراهيم، إذا لهما شيخ واحد، وهو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، وهذا قال فيه ابن معين ثقة الحجة، والإمام أحمد قال ثقة، والعجل أيضا قال ثقة، فهو ثقة. والحق بأن أعلى التوثيق، درجة التوثيق الذي جاءت في إبراهيم بن سعد هو قول أبي حاتم. أبو حاتم شحيح التوثيق جدا، حتى أنه قال على الإمام مسلم صدوق، يقول عن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف قال ثقة، روى له الجماعة. قال حدثنا ابن شهاب، ابن شهاب الزهري هو أمير المؤمنين في الحديث، وهو كما قلنا بحر الرواية واسع جدا في الرواية، لذلك احتمل الناس تدليسه وقالوا يغمر تدليس الزهري في بحر روايته. وكان الإمام الزهري هو أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز، ومع ذلك أخذوا عليه قربه من السلطان. وقد قلنا أن هذا كانت هذه مادة جرح في الراوي أن يقترب من السلطان. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: ما إن رأيت العالم على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص، وإن رأيت العالم على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق. ولذلك جرحوا عبد الحميد الطويل، قالوا كان يعمل لهم عريفة، بل جرحوا الإمام مالك، تكلموا في الإمام مالك على أنه قبلها عطايا السلطان، فقال مالك: خذوا علمي ودعوني مع ربي فيما أقبل من عطايا السلطان. هذه ليست مذمة في مثل الإمام مالك، لكن مسألة القرب من السلطان هو المحظور فيها أنها أبواب الفتن تفتح على مصر عين، فلابد أن تنضبط بالضوابط الصحيحة في هذا الباب. لكن الزهري هو باتفاق الأمة أمير المؤمنين في الحديث.
رجل حجة ثقة ثبت أمين بحر الرواية روى له الجماعة عن سعيد بن المسيب. طبعا هو بعض العلماء قالوا بأن إبراهيم بن سعد سمع من الزهري قديما وكان صغير السن، لذلك كأنهم يشيرون إلى عدم الضبط، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وإلا فما اعتمد البخاري رواية إبراهيم بن سعد عن الإمام الزهري اللي هو يتوافق مع شرطه. نعم. عن سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب، وما أدراكم ما سعيد بن المسيب؟ سعيد بن المسيب هو من أتقى وأنقى التابعين، وهو من أعلم التابعين، بل قال الإمام أحمد بن حنبل سعيد بن المسيب أعلم التابعين على الإطلاق، وهو كان تقيا نقيا، وهو من الفقهاء السبعة. واختلف العلماء من أفضل، سعيد بن المسيب أم أويس القرني؟ الحق أويس يقدم، أويس يقدم ديانة، والمسيب بن المسيب يقدم علما. أما أويس يقدم ديانة لأن سلم قد صرح بذلك، قال خير التابعين أويس القرني، أو قال رجل قال له أويس، كان له هو بها بار، كان به البرص قد شفي منه إلى موضع الدرهم، فقال لعمر من رآه منكم فليستغفر له. وهذه فيها دلالة على أن يقول الأخ لأخيه أدعو لي، خلافا لكلام ابن تيمية أنه قال هذا على الكراهة، لأنه قال لا تسأل الناس شيئا، مع أن هناك حديث وفيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب يا أخي عندما ذهب إلى العمرة لا تنسنا من فضل دعائك، حديث ضعيف لكن يستأنس به. وعندنا أصل المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عكاشة بن محصن عندما قال في سنة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فذكر الصفات الأربعة لا يتطيرون لا ولا يكتوون ولا يسترقون، قال وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة بن محصن يا رسول الله أدعو الله أن أكون منهم، وقلنا الأصل في التشريع التخصيص، فقال نعم نعم تنام معي، أنا أمشي وتنام لا تنام، الأصل في التشريع الدلالة بسرعة الدليل. إيش هذا؟ إيش الجزائريين كلهم يعني مش ممكن انطلاقات باهرة، لكن شفت الرجل كيف يفيدنا؟ نعم يا أيها النبي، الخطاب لمن؟ ثم قال إذا طلقتم، عمم التفاته الآن بعد التخصيص تعميم دلالة على أن الخطاب لمن يخطب الأمة، وخطاب الأمة خطاب للنبي. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، الخطاب لمن؟ للأمة جميعا، هو أول الداخلين في الخطاب، إنكم أنا منكم، إنكم لن تروا ربكم. وهذه دلالة واضحة على أن السلام لم يرى ربه في الدنيا، خلافا لما قال ابن عباس رضي الله عنه. سعيد ابن المسيب وهذا التقي النقي هو الحق أنه من أعلم التابعين، بل أعلم التابعين. لما تقدم طبعا تعلمون أنه جلد، ولما جلد؟ أمير المؤمنين تقدم يخطب ابنته لمن؟ لابنه، فرفض، رفض، هو يعلم ما السلطان وما في السلطان، رفض فجلد جلد. لذلك والعجب العجاب أن سعيد المسيب بعدما ترك ابن أمير المؤمنين زوجها لمن؟ لطالب علم مغمور اسمه المطلب بن وداع، كان يجلس حتى ما كان يعني ظاهرا بين طلبة العلم، لكن المسيب وهذه أدب العلم أن ينظر ويتفقد الغياب، فنظر فلم يجده فسأل عنه فقالوا تغير، ماتت امرأته، تغير لعلم، ماتت امرأته، فما أن جاء الليل وذهب إليه سريعا سعيد بن المسيب فدق عليه الباب، قال لمن تأتي؟ قال إن امرأتي قد توفيت اليوم. قال لا تعيش ليلة خلوا. يعني إيه خلوا؟ شوف أنا لسه ما تكلم، هو العاشق انتهى الموضوع، ابتسامة كالشمس معترضة، وهو لأنه يعرف ما يأتي بعد ذلك، ما أنا ما أدري، هذه اسمه الإشعار الداخلي والخارجي، تأثر جدا. ابن سيف قال له لا تعيش ليلة خلوا، خلوا بغير إيش؟ غير زوج. فذهب فأتى بابنته فأهداه إياه فقال هذه امرأتك، ما أحد سألني العبد والشروط والعهود كل هذا حدث، قال هذه امرأتك. فدخلت فأغلق، فهو يقال أنه قال مهرها درهمان وأعطى درهمان. أين هو؟ أين هو؟ درهمين، أين هو درهمين؟ أبو بكر المفروض أنت تبحث عنه، أين هو؟ أين هو؟ أنا أسأل عن من؟ من؟ أيوة ابحث عن سعيد، أنت بالذات ابحث عن سعيد، قريب مني هو هذا يعطيك الدرهمين. بالله عليك يعطيك الدرهمين أيضا. فقال له لا تعيش خلوا. ثم أدخل عليه بنت وكانت من أجمل ما تكون لكنه ما رآها، فأغلق الباب، فلما أغلق الباب
هو نظر إليها ما تكلم فأغشي عليها سخطت. حياء يا أبوي حياء يا أبني هذا حياء فوق الحياء. سقطت فنزلت أمه فرأت فعلمت فقالت له لا أم لك لا تقربها. أخذتها وهدأتها وهيأتها ثم دخل عليها زوجها كما يأتي الزوج من زوجه وأنست به وعلمت حسن الخلق وحسن العشرة فضنت به على أبيها. المرأة قلنا النساء صح في قلبهن صفاء وفي عقلهن مع النقص دهاء. إن أحبت الرجل جعلته في السماء وإن وضعته في عقلها لا يأتي عليه المساء يموت صدقني يموت. فهي وضعته في قلبها فقالت له أين تذهب؟ قال مجالس سعيد. قالت تعال اجلس وأعلمك عن سعيد أنت مستغني عنه أنا أكفيك. شوف هذا يعني امرأة لبيبة قريبة تعلمه قال أكفيك علم سعيد. سعيد بن المسيب رجل كان تقيا نقيا لذلك ولما دخل على امرأته تقرأ قول الله جل وعلا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالت يا أبتي حسنة الآخرة علمناها ما هي؟ الجنة. ممتازة يا أبا بكر. قالت وزيادة رؤية الله. الله أكبر ما الجمال هذا. نعم قالت فما حسبت الدنيا. قال الرجل الصالح للمرأة الصالحة سئل وكيع من نزوجه؟ قال زوجها التقي النقي إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يمنع. هذا هو سعيد بن مسيب روى له الجماعة. عن أبي هريرة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد المكثرين عن النبي الأمين. أبو هريرة هو الذي يتمثل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو القول جاء موقوفا وجاء مرفوعا من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. لا دعك من الدنيا وما فيه الكل تحت قدميك إن كنت تنظر إلى السماء السعة في السماء والضيق في الدنيا. واعلم أن الله تعالى لما تكلم عن رزقك قال وفي السماء رزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. ولذلك حسن البصري كان إذا اكتفى برزق يومي أو قوت يومي قال استكثر. قال وعلى ما استكثر علمت أن رزقي بيد ربي ولن يذهب لغيري فاطمأن قلبي. واعلم أن أعظم أسباب الرزق طلب العلم. أعظم أسباب الرزق على الإطلاق طلب العلم. لحديثين الحديث الأول أن الرجل الذي جاء يشتكي أخاه فقال يا رسول الله إني أكد وأتعب وأخي يأتي مجالسك يعني أنا أنفق عليه. فقال دعه لعلك ترزق به. الرزق جاءك من طلبه هو للعلم. وحديث علي بن أبي طالب قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. أبو هريرة كان كذلك. قال إخواننا المهاجرون انشغلوا بالصفق إخواننا الأنصار انشغلوا بالزرع أما أبو هريرة فلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه فكفاه الله. تزوج الأميرة التي كان يعمل عندها وصار وليا أميرا للمدينة. صار وليا على المدينة لأنه يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأسعد الناس بالنبي أحفظهم لحديثه. أبو هريرة هو سيد المكثرين عن النبي السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. نعم. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. نعم جزاكم الله عنا خير. البخاري على عادته وفقه في أبوابه بوب قال إن الإيمان هو العمل. إن الإيمان هو العمل. المناسبة بين التبويب وبين الحديث هو تصريح الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله. يبقى سمى العمل إيمانا إيمان بالله. ولذلك البخاري شوف انظر هذا دقة نظر عجيبة. طبعا الإمام البخاري يريد أن يقول كما نقلت عن ألف عالم أنه لا إيمان إلا بعمل الإيمان قول وعمل. أبين لكم هنا قل العلو في والإمعان في التحقيق الإيمان والعمل. الإيمان هو العمل. والحق أن هذا تفسير باللازم. هذا التفسير تفسير باللازم أو تفسير بالثمرة. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان قال أتؤمن بالله وملائكته يعني إذن فسرت الإيمان بالأركان. وهنا أيضا يفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أو الإمام البخاري يعني استنبط من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الإيمان بلازمه بالإلزام أو قل بشرطه كما فسر الإسلام بركنه وفسر الإيمان بركنه. في حديث جبريل قد فسر الإيمان هنا بشرطه لأن الحق بأن
العمل أن العمل سواء عمل قلنا إذا قلنا عمل إذا هو عمل القلب وعمل وعمل الجوارح. فنقول إذا هو العمل عمل بالقلب وعمل الجوارح شرط في صحة الإيمان، شرط في صحة الإيمان. ونوع الإرجاء من قال عمل القلب شرط في صحة الإيمان لكن عمل الجوارح ليس شرطا في صحة الإيمان، هو مكمل من المكملات. هذا والله ما هو إلا نوع إرجاء. من قال بأنه من لم يعمل خيرا قط يدخل الجنة ويكون من المسلمين حقا قد أمعن في الخطأ، وهذا قد بالغ بأن يكون كالمرجئة. فيا مرجئة الفقهاء، صحيح أن أصل عمل الجوارح شرط في صحة الإيمان. فهنا يقول الإمام البخاري بابر إن الإيمان هو العمل، وهذا تفسير بشرطه لأنه أو بلازمه، لأنه لا يكون الإيمان في القلب إلا تجد له العمل في الظاهر ولا بد. ولذلك أنت ترى أن الله تعالى لما رتب الجنة وقال لا تدخل نفس أن الجنة لا تدخل نفس مسلمة، لا ترى الكلام عن الجنة في الكتاب إلا بإيمان ويقترن به الذين أمنوا وعملوا صحيح. الذين أمنوا وعملوا الصالح، ما ترى الذين أمنوا إلا وترى معها عمل الصالحات. وترى هنا الله تعالى قد بيّن أن أحقية الإيمان في مساءته، قال إنما المؤمنون الذين إنما أسلوب حصر، شوف حصر الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم وعلى ربهم عمل جوارح وأصل قلب. صح، وعمل قلب وأصل إيمان تصديق. قال والذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤتون الزكاة الذين يقولون ربنا رزقهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا يقترن عمل الجوارح بعمل قلب بعمل الجوارح. وطبعا كما قلنا قبل ذلك في التلازم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان في الجسد مضغه صلحه واذا فسد الجسد كله. لابد ان تفقه هذا الباب، يعني لانه من الاهميه بمكان، لانه اصل اعتقاد اهل السنه والجماعه. لذلك قال الايمان هو العمل، والصحيح في ذلك ان الايمان لازمه العمل او يلزمه العمل. لا يمكن لادعاء ايمان في قلب الا وتلد فيه او تلد معه العمل، كما بين الصاحب الجليل عندما قال له يا بني انك يعني ان تعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك، فان مت على غير ذلك مت دخلت النار. كانه يقول لو زعمت انك مسلم انك موحد وزعمت التوحيد ثم كذبت بالقدر لست بموحد. نقض تكذيبه توحيده على ما قاله من؟ ابن عباس. ابن عباس قال القدر نظام التوحيد، فمن ادعى توحيدا بغير إيمان بالقدر قد نقض تكذيبه توحيده ليس بموحد. هذا خالد مخلد في نار جهنم، قال فإن مت على غير ذلك فأنت من أهل النار. كما نقول وإن زعمت إيمانا فلم نجد عملا فأنت كاذب في زعمك، كما بينا بأنه ما من إيمان في القلب إلا وسيحرك، سواء كان إيمان بالأصنام الكافرة أو الأصنام السافلة طيب أو الإيمان بالله جل في علاه العلي الكريم. فإذا قلنا أنها من باب الإيمان أو الإيمان في القلب المقلوب مثلا هو إيمان كبني إسرائيل، قال الله عنهم لما عبدوا العجل قال بئس ما يأمركم به، نستنبط منها أن الإيمان الذي في القلب لابد أن يكون له أمر لينضح على الجوارح، مفهوم. لذلك قال البخاري هذا إمعان يبين كيف العمل من الإيمان، قال إن الإيمان هو العمل. وهذا من البخاري اسمه صاحب اللغة في المناسبة من حديث سبحان التبويب. طب اصحاب اللغة اصحاب اللغة. ما اسمه هذا؟ اقتباس. هذا اقتباس. بوب بالاقتباس لأن سيدنا الرسول أي العمل؟ قال إيمان بالله. فهو قال أن الإيمان هو العمل. قال إيمان بالله ورسوله، قال الإيمان هو العمل. هذا اقتباس. مفهوم؟ إذا هذا التبويب من البخاري يبين كيفية علاقة العمل به الإيمان. ثم بعد ذلك دلل على ما يرى بأن الإيمان هو عمل، يعني هذا بعيد فيه انتزاع. قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ما وجه الدلالة عند البخاري على ما بوب بالاستدلال في هذه الآية؟ المفتخر، ما وجه الدلالة عند الإمام البخاري فيما بوب؟ وبوب قال الإيمان هو العمل فيما بوب بالاستدلال بهذه الآية. ممتاز، لكن ليس هذا القريب، أريد البعيد.
ممتاز ممتاز. لابد أخوه الانتزاع هنا. الإمام البخاري ويعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. الجنة لا يدخلها نفس مؤمنة. فهو نظر قال النفس المؤمنة ما هي؟ قال التي عملت بالآية أن تلكم الجنة والجنة لا يدخلها نفس مؤمنة. من المؤمن؟ المؤمن الذي تبع عمله إيمانه. معي أنتم ولا لا؟ شوفوا 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 يعني أنا ماذا الذي يقول يمشي يسرق أو يقول لا يأكل ولا يشرب ويقول إني أحسن الظن بربي سيقويني على جهاد الأعداء. نقول له إيه؟ نعم ده توكل ليس حسن الظن صحيح. طب هو أحسن الظن بالله وسرق. قال أن أحسن الظن بربي أنه سيوفقني لهذه السرقة يعني بعلو دون أن يراني. هو قال أنا أتكلم على أساس يرمونه حديثا مرفوعا وموضوع عن الحسن البصري أنه قال كذب والله لو أحسن الظن لأحسنه العمل. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه. هذا هو الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهنا يقول أنتم قد تعلمون أن الإنسان قال لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمنة. فماذا قال؟ أن تلكم الجنة أورثتموها ها وأنتم مؤمنون. إذا أنتم مؤمنون لابد أن نجد منكم عملا. تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. نعم. وفي الآية الثانية قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال أصل الإيمان هو أصل قول اللسان وأصل قول القلب وأصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح. قال والأصل الأصيل في دخول الإسلام حتى نقول أنه من المؤمنين التلفظ وجعلها عملا. قال الكل أجمع على أنها قول لا إله إلا الله فجعلها أيضا باب العمل. لمثل هذا فليعمل العاملون. وهذا كله احتجاج واستدلال من الإمام البخاري على التبويب بأن الإيمان هو العمل. وهذه إيمان كما قلنا في تلازم التلازم العظيم بين العمل وبين الإيمان أنه تلازم. نعم التلازم بين العمل وبين الإيمان. يبقى لنا الكلام في قوله وتلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فيها أمران طوائف ثلاثة نظروا لهذه الآية. لمثل هذا فليعمل العاملون. طوائف ثلاثة نظروا لهذه الآية يعني نظروا لمسألة العمل ومسألة العامل. فطائفة يقولون بأن العامل هو الذي خلق فعل نفسه وليس لأحد فضل عليه. هو خلق فعل نفسه لذلك يستحق الثواب أو يستحق العقاب. يرون أن العاصي وجوبا لابد أن يدخل النار ويرون أن المطيع وجوبا لابد يدخل الجنة. وجوبا لابد يدخل الجنة. هذه ما في لا هذه طائفة حقيقة أنا لا أخطركم. طب كلامي واضح. الطائفة لا تقول هذا. تقول من عمل وجب أن يدخل الجنة. وجب أن يدخل الجنة. ومن عصى وجب على الله أن يدخل النار. وجب على الله. والطائفة الثانية طائفة قالت العمل ليس منه. بل العمل من الله جل وعلا. الفعل نفسه فعل الله ليس فعل العبد. قالوا الفعل نفسه فعل العبد. لذلك يرون أن من دخل النار دخل إيش؟ ظلما. لأنهم يرون أن كل من عمل عملا هو حقق إرادة الله فيه. لذلك هذا الخبيث التعيس البئيس بشر المريسي لما سمع قول الله تعالى بإنكاري على إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال لو كنت مكانه لقلت أنت حاشا لله أنت منعتني حاشا لله. قال وكل محقق لإرادة الله. هؤلاء الطائفة الثانية. الأولى طائفة المعتزلة. الأولى طائفة المعتزلة القدرية الذين يقولون بأن العبد خلق فعل نفسه. والثانية طائفة المرجئة الجبرية الذين يقولون ألقاه في اليم مكتوف اليدين ثم قال له إياك أن تبتل بالماء. يا لهوي ما هذا الذي نسمعه. لذلك يقولون إيمان جبريل كإيمان أحد الأمة فهم جبرية. يقول كل محقق لإرادة الله لله في علاه. إذا كل طائفة كل طائفة تنظر بعين عوراء. بعض الحق مع الباطل بعض الحق مع الباطل. جاءت أهل السنة وجماعة تنظر بعينين جميلتين براقتين فجمعت الحق الذي مع هؤلاء والحق الذي مع هؤلاء وطرحت الباطل الذي مع هؤلاء والذي مع هؤلاء. قالوا الفعل فعل العبد وفعل الرب. كيف؟ قالوا نعم
ودخول الجنة ليس استحقاقا، بل هو سبيل لأن ينال المرء رحمة الله للفعل التي بها هذا الثواب. قالوا أولا الفعل طاعة أو معصية مخلوقة لله، يبقى فعل العبد ينسب لله، نعم، وفعل العبد ينسب لنفسه، نعم. قد قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، القاتل هو القاتل، وحشي قتل حمزة، في الله هو الذي قتل حمزة؟ قولوا وحشي الذي قتل حمزة، صحيح ولا لا؟ صحيح صحيح، نعم نعم صحيح. لا من الله اللي قتله؟ لا وحشي، هو اختلف النساء والرجال، وحشي اللي قتل حمزة ولا الله اللي قتل؟ الآن محصور الإجابة في أمرين، الله قتل حمزة ولا وحشي اللي قتل حمزة؟ لا، المتغيبة صاحبة البخاري، لما تغيبتي؟ تغيبتي كثيرا، البخاري لا يتغيب عنه. أيوة أنت لما تغيبتي؟ ترجم لها، قل لها أن طلب العلم لا يصح فيه التواني ولا التقصير، ترجم. ظروف وأحوال وأمطار ورياح، وبعد ذلك لا، يعني لابد من الالتزام في المجالس، ما ينفع التواني والسكوت. قل ترجم، ترجم. انت اعجمت عربياتي، انت ترجمت عربياتي الى العجم. ماذا ترجم يا شيخ؟ ماذا ترجم؟ تترجم بالنيجيري. ماذا تقول؟ لا يصح من طالب العلم ان يتوانى في المجالس لا سيما البخاري. نعم ديكماتك هذه ليست لغة، أنا أردت أن أسمع والله، هذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه، والله العظيم دلالة على عظيم ربوبية الله واختلاف ألسنتكم وألوانكم، آية من آيات الله جل في علاه. جزاك الله خير، نعم هذا هو، لا تتوالي. الإجابة مجاب على السؤال، وحشي الذي قتل ولا الله الذي قتل؟ الإجابة تكون بلفظ واحد أو ائت بالتفصيل الذي عندك، قل ها المتغيبة، قولي من الذي قتل؟ وحشي ابن حرب هو الذي قتل حمزة ولكن بإرادة الله. ممتازة ممتازة، الإجابة تكون كذلك، امتياز، نعم. فنقول هنا الآن الفعل العبد ينسب للعبد، ينسب للرب، لكن ينسب للرب خلقا وإيجادا، لولا الله ما حدث ذلك. وما تشاءون إلا رتب المشيئة على مشيئته، لابد. يبقى ينسب للرب خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا فيثاب عليه أو يعاقب عليه، لأنه لو قلنا محض النسبة لله فقط إذا لو عذبه يكون ظلمه، لو عذبه يكون ظلمه، صحيح ولا لا؟ كما تقول الجبرية الضلال، لكن هو ينسب للعبد فعلا واكتسابا، هو العبد فعل، نعم هو فعل، لكن الفعل حقيقة الله عبد مفعل، وينسب ينسب للرب خلقا وإيجادا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا، وينسب للعبد فعلا واكتسابا، هذا الصحيح في هذا الباب. فنقول أهل السنة والجماعة ينظرون بعينين جميلتين، عين الوسطية، فيقولون أما الفعل فله نظران، النظر الأول إذا نظرنا إلى الله قد خلقه الله من عدم، يعني هل أراد الله جل في علاه في أحد يعني انتصار إذا صح التعبير أهل الكفر وكادوا يقتلون النبي صلى الله عليه وسلم وقتل 70 من الصحابة، هل أراد الله ذلك؟ أجيبوا لا، ممتازين، كده حرام، كده حرام، كده حرام، هموت أنا كده، دخلنا في باب وعر، هل يكون في الكون شيء لا يريده الله؟ نحن الآن كما ذكرتم في امتحان الأزهر نذكر لكم إرادة كونية وبشرية، لا بد أن تفهم، لا، الله أراد ذلك كونا، كونا قدره الله جل في علاه، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، مفهوم؟ مفهوم.
إذن هو أراد الله ذلك لحكمة، ولكن إن نظرت حدث بتقصيره. نعم، خلق الله وأراده وحصل بتقصيره بسببه، ككفر اليهود فلما زاغوا، فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على فأخذتهم صاعقة العذاب. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه ضلالة. قال وأضله الله، الله على علم. هذه مسائل من الأهمية بمكان لابد من إتقانها، مفهوم. ولذلك لما قال الله تعالى في سورة النساء على أنهم إن أصابتهم حسنة إيش قالوا؟ هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله. ماذا قال الله؟ قل كل من عند الله. لذلك قل كل من عند الله تساوي الله خالق كل شيء. لذلك الله تعالى يقول والله خلقكم أكملوا وما تعملون. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق كل صانع وصنعته، ما خلق كل صانع وصنعته، مفهوم. فإذا لابد أن تعلم الله خلق كل شيء. قال كل من عند الله ثم فصل ما أصابك من حسنة من فضل الله ومحض فضل الله ومن بكم النعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة يعني السبب فيها نفسه، ومن الذي خلقها؟ وأنت الذي كنت سببا فيه. لذلك ما يرحمكم الله ماذا قال الله تعالى؟ إن الذين تولوا، هم فروا في غزوة أحد، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان أكملوا إنما استزلهم الشيطان. ما يبقى كان السبب إيش؟ بعض ما كسب ثم جاء فضل الله ولقد عفى الله عنهم. فإذا نظر أهل السنة والجماعة في هذا الباب نظروا الوسطي، يقولون نقول الفعل العبد وفعل الرب، وكل خلق الله جل وعلا، فعل العبد خلق الله جل وعلا، وفعل الرب صفة من صفات الرب ليس مخلوق، مفهوم. وذلك فعل، لأن لابد أن تفهم الفرق بين القضاء والمقضي. القضاء فعل الرب، القضاء فعل الرب فكله كمال، والمقضي أثر الفعل. فالقضاء لا شر فيه بحال، كله كمال، والمقضي قد يكون فيه الشر ويكون فيه الخير. جيد جيد، لكن التمثيل في هذا لا. ما فهمتم. القضاء من فعل الله، القضاء من فعل، القضاء المقدر المكتوب المعروف، القضاء من فعل الله كله كمال لا شر فيه بحال، والمقضي هو أثر القضاء قد يكون فيه الشر ويكون فيه الخير. كيف؟ خلاص، الجزائري المعمم، الجزائري صاحب لكن، هذا أي بالنسبة للقضاء المقضي؟ الآن أنت سؤالي واضح، أنت إيش؟ مقضي. اصبر، أنت قضى ولا مقضي؟ مقضي. كيف مقضي؟ يعني القضاء من الله. ما أنت قضى، ما أنت من أول، أنت ما؟ وأنا الذي أتصرف فقط، يعني أكون السبب. شوف، أنا ما أعرف، مع أنه جاء عنده أدلة أجوبة باهرة، لكن أنا سأسأل الجميع أظن أنهم لا يصلون. أنت من الآن؟ لو قلنا أنس قضاء ولا مقضي؟ شو كل يسكت؟ أيوة، أريد أي أحد يريب ويريب بالتفصيل. هذا مقضي، مقضي كيف مقضي؟ قضى الله أن يكون، قضى الله إيش يعني قضى الله؟ قولوا لي ما هو قضى الله في هذا المستقبل. ممتاز، قضاء الله هو خلق أنس، والخلق من فعل الله، وفعل الله كله كمال. هذا هو القضاء، فعل الله كله كمال وفعل أنس. سيب فعل أنس دلوقتي، سيب فعل، أبو سيدك سيب فعل أنس الآن. اصبر اصبر الآن، وأنس مقضي لأنه أثر فعل الله، مفهوم؟ نقول عمير أو زيد، عمير ممكن يكون طالح، يكون صالح، لو طالح شر، لو صالح خير، يبقى في المقضي قد يكون الشر، لكن في فعل الله كله كمال، لأن لله الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهمت الفرق بين القضاء والمقضي؟ هنا يأتيك قول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، أكمل من شر
من شر الوسواس. إذا نسب الشر لمن؟ الوسواس الخناس الشيطان. تتعبون للشيطان صحيح؟ نسب الشر له معناه مخلوق لله، لكننا نقول لما كان مخلوقا لله أول الخلق كله خير، فعل الله كله كمال. لذلك نحن نقول إن الله لم يخلق شرا محضا، خلق المغرب والجزائر. ولكن قطعت أمرا مهما، نتفضل. هناك الدعاء يعني هو سناتي له، من تعجل شيئا قبل أواني عقبة يعاقب هو فقط. لا تقاطع في مسائل هذه من الأهمية بمكان. إن الله لم يخلق شرا محضا، لم يخلق شرا محضا، لكن خلق شرا نسبيا إضافيا. بالنسبة قلنا بالنسبة للفعل لهذا الشر، لو نظرت له وجهان، الشر له وجهان. لأن هذه المسألة صراحة لو وقفنا عندها في التبويب فقط هي الأهمية بمكان. لأن باب طلال كبير جدا في طواف اللي ضلت. احذف هذا، احذفه ما في شيء. جزاك الله خير. طيب عندنا الشر شران. هنا هذا غير موجود، ليس موجودا بحال. الشر المحض الذي تكاملت أركانه من كل وجه ما فيه خير غير موجود، قط غير موجود. أما الشر الثاني بالنسبة الإضافي هذا موجود في خلق الله. أضرب مثلا، أضرب مثلا وأنتم على منواله تنسجون. أعظم مثل في ذلك من؟ الشيطان. رأيتم ألعن من الشيطان؟ في حد ألعن من الشيطان؟ الشيطان ليس شرا محضا. بحال من الأحوال. الشيطان، لأن الشيطان من الذي خلقه؟ من الذي سلط على ابن آدم؟ الله 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 صحيح. طيب إذا الشيطان ليس شرا محضا بحال، بل فيه وجوه خير. شوفوا عندنا في مصر يقولون عندما يجدون السارق أو القاتل أو يعني أنت تعرف رجل طالع من خمارة شاف ولد يضرب أباه، قال تضرب أباك تضرب أبوك، أنت لا تبر، أنت لا تفعل خير، ماذا تفعل؟ بوس يده، قبل يده وأمره بإيه؟ وأمره بخير. الناس المصريين لما يجدوا مثل ذلك عندهم كلام، طيب يقولون الشيطان يعظ. شوف الشيطان يعظ حقا، الشيطان فيه خير هنا يعظ. أنا أريد أفهمك أن الشيطان ليس شرا محضا، قد يعظ الشيطان صحيح ولا لا؟ وقد وعظ لما ذا جاء يسرق التمرة، وكان أبو هريرة على عامل للنبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وجاء يسرق التمر قال أخذك على رسول الله. طبعا لما أخذ ولد يد يدي يد كلب معروفة، يد الجن يد كلب، قال أخذك حمود. كان يد حمار؟ كان يد ايش طيب؟ يد هواء؟ لست يد؟ يد استغرب الله. ايوه صورة، انا اريد هذه، اريد صورة انسان. هو دعا لابي هريرة على صورة انسان، قال دعني فاني عندي عيال، فتركه. ثم جاء المرة الثانية ووالده يسرق، حرامي، شيطان حرامي. يعني شو اذا لازم، وانت لازم تعرف إن الحق إن ممكن الجن يسرق مالك، هذا حق. وطبعاً أصلاً بعض البله السفهاء قالوا بأن هذا حديث البخاري ضعيف، قال إن إحنا بقى كل واحد شيخ منصب يأتي في الشركة الكبيرة
وبعد يومين الخزانة فاضية، كل الناس يأتون ما في دليل أحد بسرق، يقول الجني جاء سرق المال، ينسبون كل سرقة للجني، يقولون بأن هذا سبب في تضعيف الحديث. هذا كله سفهاء لا يفهمون، لأنه طبعا أنت تعلم أن الخروج من ذلك بإيش؟ الخروج من ذلك السرقة من السرقة ممتاز، لأن السلام بيّن أن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يغلق الباب إلا على بسم الله، حتى في جماع رجل الأهلي، فإن سمى لا ينظر الشيطان لا يستطيع أن يستمتع ولا أن ينظر ولا أن يرى، بسم الله حادثة في هذا الباب. فقال في المرة الثانية، قال دعني عندي عيال، فقال له السلام ما فعل صاحبك؟ قال دعني فإني عندي عيال، قال سيأتيك، يعني مرة ثالثة، جاء مرة ثالثة قال لا أتركك ولا أدعك إلا عند رسول الله، قال دعني وسأنصحك نصيحة، قال إذا أخذت مجعك فاقرأ الله لا إله إلا هو آية الكرسي، فلا يزال عليك من الله حافظ بهذه الآية. فذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك وهو كذب، يسرق ولا ما يسرق، ويعظ ولا ما يعظ، وعظ ولا ما وعظ، ولا ما وعظ، وعظ أبو هريرة، هذا خير ولا خير ولا ما خير، ده خير كبير. قال لا يزال عليك حافظ من الله تعالى بهذا، مفهوم؟ لكن الخير الذي نعرفه عن الشيطان، عن إبليس نفس إبليس، هو إيه؟ قال الله تعالى وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. هذا هو الخير الآن، ما هو؟ ليس اختبار فقط، اسمه التمحيص. التمحيص يعني الشيطان وظيفته التمحيص. وظيفته التمحيص ليش؟ ليميز الخبيث من الطيب، لتحقيق حكمة الله، لأن من حكمة الله وضع الشيء في موضعه. وكيف يكون وضع الشيء في موضعه؟ وليمحص الذين آمنوا وليمحص الكافرين. جزاك الله خير. الحكمة وضع الشيء في موضعه، أنه لا يسوي بين المفترقين. قال الله جل وعلا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تحكمون؟ قال أن نجعل المتقين كالفجار. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون؟ لذلك النبي عوتب من أجل هذا، لتعلم أن حكمة لا تتحقق. عوتب النبي لما جاءه المنافقون، هم في الظاهر على الإسلام أم على النفاق؟ على الإسلام. جاءوا يعتذرون، فقبل عذرهم واستغفر لهم على كأحد المسلمين، فقال الله معاتبا، لكن هنا لا ليس هكذا، اصبر، ان الله اراد او اولا يعني يهدأ او يهدئ روعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا بدأ بالعفو، عفى الله عنك لما اكملوا حتى يتبين لك الذين صدق وتعلم الكاذبين. افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم؟ اذا الشيطان ليس شر محض، فيه الخير ولا لا؟ من الخير هو تحقيق حكمة الله تعالى في التمحيص، ليميز الله الخبيث من الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. القتل خلقه الله جل وعلا، صح ولا لا؟ فهذا شر محض؟ ليس شر محض. لو قلنا القتل خصاصا عشان يظهر، القتل خصاصا قتل زيد عمرا فقتل به، هل وطبعا ما يقولون ازاي هذه وحشية انت تقتل؟ قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة. هم العرب كانوا يتمدحون بكلامهم القتل أنفى للقتل، يقولون هذه بلاغة عظيمة جدا، القتل أنفى، كيف يكون قتلا ويكون أنفى للقتل؟ مفهوم؟ قلنا نعم، أنه يرضع الآخرين فلا يكسر القتل. قلنا انظروا أنتم الآن في هذا القوم، وانظروا إلى بلاغة القرآن، ولكم في القصاص حياة، ما قال بأنفى للقتل، قال حياة، ولكن القصاص حياة يا أولاد. الغرض المقصود بأنه هنا ليس شرا محضا. إذا الشر نسبي إضافي، والمعنى أنه له نظران، نظر أول ونظر ثاني. النظر الأول إلى الله تعالى في الشر اللي موجود، سرقة، زنا، سب،
قتل، غصب أرض، اختلاس، كل ذلك شر ولا؟ معي أنتم؟ معي؟ طيب النظر الثاني نظر لإيش؟ لصاحب الشر. أما النظر الأول ففي الشر نقول من الذي خلقه؟ الله. إذن هذا كمال، هذا خير، كمال خير. مفهوم؟ إيش؟ ما تفهمون؟ الله تعالى لما خلق إبليس قلنا في خلق إبليس فعل الله، وفعل الله كله كمال وفيه خير. ما الخير الذي فيه؟ أوجده الله ليميز الخبيث من الطيب والطمحيص. مفهوم؟ طيب هنا الآن بالنسبة للسرقة، طيب السرقة فيها خير، ما الخير الذي فيه؟ يضرب بها الموت. ما ممكن نقول السرقة من الخير فيها أن السرقة التي هي شر، شر على صاحبها لأنه سقط يده، صحيح؟ لكن نقول لا، نقول والخير لا لا، والفرق بينه وبينها إيه؟ الخير اللي فيه يظهر الصالح من إيه؟ طالح. من الطالح يظهر الصالح، وتحقيق قدر الله. لما جاء الرجل عمر الخطاب قال اقطعوا يده، سرق، قال له مهلا، والله ما سرقت إلا بقدر الله، قال نعم ونحن والله ما نقطع يدك إلا بقدر الله، تحقيق قدر الله اللي فعلها، هذا خير. مفهوم؟ يبقى إذا الشر نسبي إضافي بالنسبة للشخص نفسه الذي عنده حصل معه الشر، نعم هو شر. قطع يد السارق شر، شر لمن؟ القاطع شر لمن؟ للسارق. تقطع يده شر له، لكن بالنسبة للآخرين خير ولا شر؟ إيه بقى الخير اللي فيها؟ ها؟ رضع. ليس رضع فقط، هذا سارق محترف ولا يستطيع نسخ إلا بيده، قطعت يده، المحترف غاب، ما بقي إلا الأغرار، فسينجرون أيضا ويخافون من قطع اليد. لكن أنت أول شيء كففت السارق عن سرقته بقطع يده، ثاني شيء بأنك أخفت الآخرين أن يسرقوا، هذا حفاظه على أموال الناس، صحيح؟ وأيضا فيها ما فيها طبعا الشر، الشر لمن؟ السارق. هو فيه خير، لا يتشرمنا محض، لأن الحدود كفرت. يبقى إذن ليس شرا متكاملا، ليس شرا معه، سارق قطعت يده وكان الخير كل خير ذلك، لا خذ الأعظم من ذلك، زاني رجم وكان الخير كل خير في رجم، ماعز جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال طهرني، قال ما بك؟ قال فعلت كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم استنكهوه، شرب خمر استنكهوه، ثم قال أمجنون أبيك جنون أتعلم مزنة؟ ثم قال له لعلك قبلت، لعلك لعلك لعلك، وفي النهاية يقول لا، أتيت امرأة مما يأتي الزوج من زوجي. ثم قال سلام أرجمه، رجموه، أراد قال غرر بي قومي، ما قال أنه سيقتلني، ومع ذلك قتلوه. فالسلام قال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، معنى أنه يرجع عن الإقرار ويستتر استر الله. المهم الغرض المقصود أراد الله به خيرا فرجموه فقتل، شر ولا مش شر؟ شر له ولا ما شر؟ أجيبه، ليش الشر؟ قتل، مات، انتهت حياته، وإلا لو زاد لو عاش لزاد في العمل، صحيح؟ وفيه الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت ماعزا يسبح في أنهار الجنة، واحد أنهار الجنة بهذا، قال رأيت ماعزا يسبح في أنهار الجنة. والمرأة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم غامضية قالت طهرني يا رسول الله، زنا شر، طهرني يا رسول الله، فقال ذهبي، كانت حاملا، قال ذهبي حتى طرعي، وضعت، قال ذهبي حتى تفطمي، ما يريدها تأتي، قالت أتردني كما رددت ماعز، طهرني، فرجمها، فلما رجمها تناثر الدماء على ثوب خالد، فقال لعنة الله عليك، فقال لا تلعنها، زجرها، لا تلعنها، والذي نفسي بيدي، إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه. تعرفون من صاحب مكس؟ من؟ شو أصاب؟ جاب الضرائب. وفي رواية قال تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم. أرأيتم فيه خير ولا ما فيه خير؟ يبقى إذن عندنا الأصل والقاعدة المهمة جدا، الله لم يخلق شرا محضا بحال. أنت انظر إلى نفسك، ترى نفسك وقعت في معصية، شر ولا مش شر؟ والله لو كنت فقيها انظر لجوانب الخير فيه. أكل آدم من الشجرة، شر ولا خير؟ شر، صح؟ وفيه ما فيه من الخير، ما الخير الذي فيه؟ تعلم التوبة
تعلم فقط. فتلقى آدم من ربه كلمات. قال العلماء بالإجماع مكانته عند ربه بعد التوبة بعد الأكل من الشجرة والتوبة فوق مكانته قبل أن يأكل من الشجرة. خير ولا خير؟ خير. قد تنزل معصية ليذب الله عنك أمرا آخر كان سيأتيك يهجم على قلبك العجب فيمتلك قلبك فتنتهي أنت عند ربك وتسقط من عين الله. فابتلاك بالمعصية علاجا لتبكي وتتباكى وتقول قد عصيت. أو تكون رجلا مطواعا ليل نهار لكن هناك معصية أنت ألفت معصية جالس عليها من أجل أنك لو صارت محضية الطاعة عندك تصير تحسب نفسك نبيا أو تحسب نفسك ملكا وبعد ذلك تكون تهوي في التردي تهوي في هوة سحيقة من كبر أو عجب. قد قال الله لنا في علاه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر أكمله ولا تمنن تستكثر. لا تستكثر على ربك بحال من الأحوال. قال فلا أكون عبدا شكورا. فإذا لم يخلق الله شرا معك إذا نظرنا إلى الله فإذا فعل الله فعل الله كله خير. وإذا نظرنا العبد فلها نظران أيضا نظر لصاحب الفعل والشر ونظر للآخرين فنراه أيضا كمالا للآخرين. هذا الأصل. ها المسيح الدجال كله خير. نعم المسيح الدجال الشر فيه أنه بسرعة الشر فيه أنه ها أنه يفتن الناس يدعي أولا الربوبية ثم يدعي يدعي النبوة والرسالة ثم يدعي الربوبية والإلهية. صحيح ولا لا؟ بل سيقتل رجلا يقول المسلم أنه خير الناس خير شباب الأرض. يصعد له شاب من الشباب يقول له أنت الدجال مكتوب عنه كافر أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول الناس أرأيتم إن قتلته ثم أحييته لكم تؤمنون به؟ قال نعم. فيأخذه ويمكن من ذلك فينشره بالمنشار. لذلك قال السلام هذا خير الشباب ينشره من شبه يتحمل فينشره بالمنشار ويجعله في الأرض فيجعله جزلتين يمينا ويسارا بعدما ما فلقه فرقتين ويمشي في الوسط وينظر الناس إلى ذلك ثم يقوم وينادي عليه فيقوم متهللا ينضم الجزلة للجزلة وتلتحم وتلتئم ويقوم فيقوم متهللا فرحا ويقول والله ما ازددت فيك إلا بصيرة إنك أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله. فلا يسلط عليه بعد ذلك يعني يضربه بالسيف فيضع الله على حلقة من حديد فينقذ بها فلا يستطيع إليه سبيلا. وهذا خير كبير. ليش خير كبير؟ لأن كل المنافقين وكل المصفقين وكل اليهود والنصارى وأهل فارس أهل الدعاء السنة وهم رافض الخبثاء كلهم سيكونون أتباع الدجال. أليس هذا خير؟ حتى يهلك يهلك معه. لذلك قال السلام قال يتبع الدجال 70,000 من يهودي الصوار عليهم الطرسان وأيضا تلتجف المدينة وتلتجف مكة. قال هو على أنقاب مكة والمدينة لا يدخل عليها لا يدخل عليها الدجال لا يدخلها محرم عليها يدخلها. قال فتهتز ترتجف تهتز المدينة وتهتز مكة وتخرج كل المنافق منها. هذا المدينة تطهر كالكير تخرج كل منافق فيخرجون فيؤمنون به ثم يهلكون جميعا بفضل الله في علاه خير كبير. فإذا لم يخلق الله شرا محضا ويكون بمعنى قول الله في علاه وأدركم الجنة وأورثتموها بما كنتم تعملون. المعتزلة يرون أن الباء مقابلة. المعتزلة يرون أن الباء اللي هم الفريق الأول الذين قالوا فعل العبد مخلوق له قالوا بأن الجنة مقابلة وجب على الله أن يعطي الجنة للمطيع ووجب على الله أن يعذب. استغفر الله استغفر الله. قول الله تعالى وحق على الله أن لا يعذب من لا يشرك به حق أحقه الله على نفسه. فهمنا الآن أم لم نفهم؟ فهمنا. طيب هؤلاء يقولون بأن الباء مقابلة يعني الجنة مقابل العمل وهذا خطأ بين. والصريح في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ها بسرعة لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله رحمته.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ينقل التراب مع الأنصار كان ماذا؟ ما الرجس الذي كان يقوله؟ كان يقول إيه؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا سلنا ولا صدقنا ولا صلينا. شوف رد الأمر النعمة لباريها سبحانه وجل في علا فقالوا بالمقابلة. فنقول ليست بالمقابلة، والباء هنا باء سببية، سببية سبب نيل رحمة الله لتدخل الجنة أن تكون مطيعا. وكما كررت أكثر مرة في الحديث الضعيف، فالرجل الذي كان يصوم ويقوم ويتعبد لله جل وعلا فأوتي به فقال ادخل الجنة برحمتي، قال لا بعمل، فوزنت نعمة من النعائم مقابل العمل فرجحت كفة النعم. فلما أخذ به إلى النار وقف على فواهة النار فقال ما تنتظر؟ قال أنتظر رحمة ربي. فقال ادخل الجنة برحمتي، قال نعم برحمتك. فهنا سبب نيل الرحمة الأعمال، سبب، فالباء ليست مقابلة والباء سبب. هذا. وأما هؤلاء الجبرية هم أسوأ الناس فعلا وأسوأ الناس منزلا في هذا الباب. لماذا؟ لأنهم يقولون أن لو دخل الجنة دخل بفعل الله، ولو دخل النار دخل بفعل الله. نسبوا الظلم لله جل وعلا، ونسبوا عدم الحكمة لله، لأنه عندهم أنه يأخذ المطيع ويضعه في النار له ذلك، لأنه ليس مطيعا في الحقيقة. من الذي من الذي فعل؟ الله. ويأخذ العاصي ويضعه في الجنة يقولون ليس في ذلك لأنه فعل الله جل وعلا. هذا هم أسوأ الناس فكرة. الجبرية أسوأ الناس مذهبا في هذا الباب. وهذه المقدمة من الأهمية بالمكان أعرف أنها شديدة لأنها تتعلق بالقدر، فرددوها أكثر من مرة. طيب ننتهي من هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير الجزاء.